وتحاليل. و ازيك يا ميس سعاء، عامله ايه؟ شكرا جدا لحضرتك والله العظيم، انا مش عارفه اقولك ايه، انتي بجد ساعدتيني جدا، ودي اصلا تاني مره ليا للامتحان وكنت خايفه جدا، فالحمد لله. انا هبعتلك الاسئله اللي انا جمعتها اللي انا فاكراها، هي كلها من التجميعات، مفيش اي حاجه فيها جديده، في بس هو الكلام متغير، يعني الكلام ممكن يجيب لك كلمة بدل كلمة، يعني مثلا البيبي الأم اللي عندها تو بيبي وهي بتغير الدايبر، هو مش جايب مزر، هو جايب بيرنت، تمام. والمريض داخل ياخد شاور بتشيك ذا بالس، هو مش جايب تروما، هو جايب سويلنج، فهو مغير في الكلام بس، انما الدنيا كلها كويسة. سؤال الهيل، هو جاي بيقول ان المريض جه والدكتور طلب منه تحاليل، والممرضة كان معاها مريض تاني، تمام، والهيلث اسيسمنت راحت فلقت الهيل بتاعه بلو، فعملت الاجراء، يعني عملت الاجراء اللي هي بتدفيه لحد ما يبقى البنك. انما كل الاسئله مشابهه، جالي سؤال النحله، جالي كل الاسئله اللي احنا بتجيلنا في المعتاد، الصور، جالي الصوره، هبعت لك برضك الصور اللي جاتلي، جالي تعريف الديس ديس ديسفاجيا، جالي تعريف الديسفاجيا، و بس هبعت لك الاسئله كلها اللي انا فاكراها. في كمان جالي 3 غرف، تمام، اول غرفه جالي الغرفه اللي هي بتاعت البي بي اي، تمام، ودي احنا عارفينها. جالي سؤال تاني ان احنا عندنا مريض ستروك عنده تبول لا ارادي، وعندي مريض دايبيتك وهايبرتنسيف ومريض، فاحنا نختار يعني مريض الستروك اللي عنده تبول لا ارادي. جالي بقى غرفة جديدة، يعني انا اول مرة اشوفها، ان المالتيبل روزس هو اللي عنده تبول لا ارادي، فانا اخترتها على طول، علشان وبقول لك هتختار ايه الاجراء الصح. جايب لي فيها برضو السو بي دي، بس السو بي دي ريجولار ريسبيريشن، فاخترت على طول، طالما السو بي دي مش ديفيكولت ريسبيريشن اخترت على طول المالتيبل روزس عشان هو ضعيف المناعة. جالي صورة الحرق من الدرجة الأولى، جالي بقى سؤال اللي هو الدبرر اللي بيتعمل على الرجل الصغير ده، الكف ملفوف بس الدبرر الجهاز بتاعه محطوط، الدكتور يعني ماسك جهاز الدبرر ملوش دعوة بالكف خالص، وبقول الجهاز ده ايه، فانا عملته الصراحة سايكوليشن، عملته يعني اللي هو الدبرر، ما عملتش ان هو بيقيس الدوره الدمويه، ما عملتش البلد بريشر، فانا مش عارفه دي برضك صح ولا لا. جالي قلنا جالي صوره الاشاعه رجل واحده، جالي رجل واحده، وفي الاختيارات ما كانش جايب وند خالص، هو جايب اما اوبن اما كلوز انترنال او اكسترنال فليكشن، مش جايب وند خالص، فانا عملتها برضو اوبن انترنال فليكشن، هي كلها فليكشن سواء كلوز او اوبن، بس هو جايب اوبن انترنال فليكشن او اوبن اكسترنال فليكشن، فانا اخترتها اوبن انترنال فليكشن، الله اعلم برضو هي صح ولا غلط. جايب برضو الرجل اللي هي الربة المتنية، وبقول ده فليكشن اكستنشن ولا ايه، رايت وليفت، فتبقى طبعا ريكشن واكسيتاج. جاب لي الروتيشن انترنال او اكستنشن، برضو اكسترنال او انترنال، وجالي اللي هي الكوبايه اللي فيها 75 ملي. ده كده والله العظيم اللي انا فاكراه، بس يعتبر معظم الاسئله دي، وفي حاجات تانية انا الصراحه مش فاكراها، بس حاولت ان انا افتكر اي حاجه، فافتكرت الغرفه، ان يعني دي الصراحه اللي انا افتكرتها، انما في حاجات تانية انا مش فاكراها، بس كل اللي انا فاكراه انا بعته لحضرتك. شكرا جدا يا ميس دعاء والله العظيم، وشكرا على تعبك، يعني بجد بجد.
بجد والله العظيم ساعدتني كتير، ويعني ما كنتش بدخل اسالك على اي حاجه على البرايفت غير لما ترد عليا، فشكرك جدا لحضرتك، وان شاء الله خير، ودعولي ان ربنا يوفقني وانجح. نس دعاء.